يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة، في رواية أخرى: من شهد منكم، فهل مجرد الصلاة على الميت يدخل في ذاك الفضل أم لا بد من اتباع الجنازة حتى تدفن؟ نعم، هو الصلاة عليها فيها قيراط، والصلاة عليها واتباعها فيها قيراطان، ما في شك أن الصلاة عليها وتشييعها أفضل، يحصل له قيراطان من الأجر، وإن اقتصر على الصلاة فقط فله قيراط من الأجر. نعم.